في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت الداخلية قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلبتها. ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، ما حدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسنا يحتاجوا مننا ان احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبه قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهارده متواجدين معاهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادره كلنا واحد، المعرض متواجد فيه اكتر من 500 طن مواد غذائيه من السكر والارز والدقيق والزيوت وجميع وياميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. انا حابه اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله، واحب اشكر الجيش والشرطه ان هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الازمه، ودلوقتي العريش بقت احسن من الاول بكتير، مفيش خوف مفيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الرئيس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا، ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافس امان خدمت شمال سيناء تمام باقل الاسعار، ومنافس جميله وباسعار كويسه جدا جدا جدا. تضم القافله سيارات الخدمات الشرطيه المتنوعه لاتاحه الفرصه لسكان اهالي شمال سيناء لاستخراج الاوراق الثبوتيه وتراخيص السيارات. انا اتفاجأت والله بيها النهارده، وانبسطت جدا اول ما شفت العربيه دي، ان هي دي بقى متنقله في كل مكان، ودي هتسهل على ناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاية عشان أعمل بطاقة عائلية، شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني بنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله على المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك
لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا. عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهاردة في أمان وفي خير وفي كل حاجة متوفرة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، يعني بترفع ناس كثيرة خصوصا إن احنا داخلين على رمضان. في إيدين تحمي وإيدين تبني، وإيدين صنعت وإيدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي المصرية وياما فرعت. تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهارده جم الضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو بوهندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2-3-4 وأهلهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما. دلوقتي كل الطلبه بتنتظم في الدراسه. ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص في امان، بقيت انزل اشتري اي حاجه لوحدي، بقيت دلوقتي اروح المدرسه لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في امان في العريش. بنعرف اطفالنا انه يعني ايه الشهيد، يعني ايه التضحيه اللي هو عملها، بنعرفهم باسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الامان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كاطفال وليهم بعد كده في المستقبل باذن الله. في تضحيات تمت من الدوله، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحاره فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي ساره، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك. يا بلادي روحي في داليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان. يعني الاول ما كناش بنطلع ولا بنجيب اي حاجه ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا احسن من الاول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعه، بنمارس حياتنا الطبيعيه بشكل مستقر، وحاسين بالامان عن زمان كتير قوي. تعود الحياه الى طبيعتها وسيرتها الاولى. الخدمات تقدم بصوره ميسره، بخاصه الخدمات الشرطيه الجماهيريه، حيث اثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال. وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد.